بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف برنامج سهل وبسيط اسمه AB3D Labs. البرنامج يعني فكرته ان انا برسم المذاق الثلاثة توب وفرونت وسايد وبيتكون الشكل في 3D. تمام، يعني هاجي مثلا في التوب، انا دلوقتي شغال على التابلت، اقول له انا عايز ارسم مثلا شكل مربع مثلا بالشكل دوت، فبدأ يتكون لي في 3D بالشكل دوت. اقول له مثلا طب انا عايز انا في الفرونت اشوفه شكل مثلا دائري، ابدا ارسم شكل دائري بالشكل دوت، يبدا يتعمل كده شكل الدائري بتاعي. تمام، اقول له طيب انا عايز من السايد برضو شكل دائري. تمام، هو بيبدا يرسم لي الشكل الدائري من السايد والفرونت بالدائري. فتقدر تعدل زي ما انت عايز. تمام، ممكن اقول له انا عايز اعدل وتروح مع حد مثلا اي شكل منهم، بس كمان لك نقاط تقدر تسحب اي نقط زي ما انت عايز، تقدر ترسم مثلا حاجة تانية دايرة مثلا جوه الدايرة. تمام، هي الشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز امسح حاجة عن طريق مثلا السكة دي، تمسح مثلا دايرة تاني. ممكن تقول له انا عايز اكتب تكست، التكست دخل في قلب الشكل نفسه. ممكن اقول له انا عايز ارسم خطوط مثلا وتعمل شكل مثلا اي شكل انت عايزه، توصل بينهم ببعض. هو البرنامج سهل وبسيط ان انت تستخدمه وان انت تعدل عليه بطريقة بسيطة جدا، ولكن ان انت تعمل تراجع عن الاشكال اللي انت رسمتها. ليجي ان انت تعدي في اي وقت مثلا النقط زي ديت. الشكل دوت اهو، تعمل سيلكت بس على نقطة منهم وتبدأ تسحبها. طيب، وبعد كده لما بخلص انا الرسومات كلها، ممكن اجي هنا من الزرار اللي هو تحت خالص على ايدك اليمين، تقول له انا عايز ادخل في الشكل نفسه، واقول له مثلا انا عايز يزيد مثلا اصغرها شوية بالشكل دوت. الاكس الواي هتقدر تعدل في النسب بين الاشكال. بعد كده ممكن اقول له برنت 3D من فوق واختار الحاجات اللي انا عايزها تتبع، واقول له مثلا انا عايزها مثلا STL او Object، واقول له برنت، هيبدأ يطبع لي الشكل دوت. تمام، بخزن الشكل سيف از كذا اهوت ما في Object، وراح مدخله طبعا ثلاثية الابعاد، اروح طبعا على طول عمر سليم.